مساء النور مستمعي راديو أتلانتيك، سعيدة بالتواصل معكم. حصة جديدة من نفسي أفضل مع أتلانتيك. أستاذ أبو بكر، حركة لبس عليك. أنا بخير الحمد لله. بأمان الله. والله العظيم إلا الحمد لله. واجد ديما واجد. نحوسوا على الزقا ولا نخليوها مسالمة هاد الحلقة؟ واللي بغاو المستمعين والمستمعات. حنا أنت أش بغيتي؟ أنا؟ أنا؟ وأنا كتعرفيني كنحمي عامل لتحت. فعلا. انت بارودي بارودي سخوني. لا فعلا عندك استراتيجيه في الحياه من تحت، من تحتها واخ، ولكن افيكاس. ايوا المهم المهم هو انه كيبقاو اصداء طيبه الحمد لله. فبعض المرات لانه الناس اش كتقول، كتقول عرفتي شنو استاذ ابو بكر، حركات كيهضر هادئ وطبعه هادن، ولكن في قلب لا مانيير او الاسلوب او الطريقه الهادنه داك الفردي الصامت، هذوك ما كتحس بالدقه حتى كتسمو مولاها طاح. فانت تصيب واصابك عشق، واصابنا عشق الاثير. اييه ومستمعينا ومستمعاتنا، ارقامنا 0522 95 36 70 او 0522 95 36 80. أصابك عشق محمد عبد الرحمن ونعود. سحب لي واش أصابني أنا؟ أوت أنت أدرى. ديما مصاب. المهم المصاب. ديما مصاب. عرفتي لهاد المصاب صديقة كتحكي لنا ما حدو باقي يبقى، قالت لك قالوا لها وسيري ماماها، قالت لها ولا خالتها سيري جيبي لنا نشرب، قالت لها الله يعطيك شي مؤمن يتهلا فيك، قالت لها الله ينجيني المؤمن مصاب. كانت أصابك عشق من توقيه محمد عبد الرحمن. نعود لجوا برنامج نوضح لك ونعود لمستمعاتنا ومستمعينا. في الحقيقة واحد تبنيتها في هكا كبداية في البرنامج، تبنيناها في حصة نساء أتلانتيك وحسيت بها ممتعة، علاش لا من نفتتحوش بها. هي قبل ما ندخلوا في الموضوع ديالنا، عطيني كود كور اي كود غول فالحياة الاجتماعية، تحليل النفسي، ما يروج، اشنو الحاجة اللي من خلال اشتغال ديالك، من خلال ملاحظتك المجتمعية النفسية، ايضا تحليلك النفسي، ما قلت الحمد لله نحن بخير في شي حاجة، وحاجة اخرى قلتي مازال خصنا نشتغلوا عليها، ولا يحز في نفسي انه في مجتمعنا مازال كاين هادي. يلا اوف اوف، قلتي كتحسبي بغيتيني نحوس على الزكا، ولكن شي ناس ما كاين. المهم نديروا لك شي اصابك واحده اخرى غير كمل. لا لا، غير في ملي كنتكلم على المجتمع لو كود كور. المهم انا غنقولها ودبروا راسكم. يلا كود كور. لو كود كور في هذا المجتمع هو النساء. النساء يعني علاش ندبروا راسنا غنزغرتوا؟ ايه النساء، لان يعني والله عاشق لنساء هذا البلد، لانهم كيجاهدوا بهذا المعنى ديال بالمعنى 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 يعني الايجابي والمعنى الراقي ديال الجهاد، انهم يعني في ظرف بضع عقود ضربوا قرون للتقدم. ايه ضربوا بركله قرون، وزادو هما اللي كيجروا هاد البلاد للقدام، بغينا ولا ما بغيناش. هذا لو كود كور، يعني ملي كنشوف فتيات كيقراو، ولا كنشوف نساء وكيف التفكير ديالهم، ولا يعني المناصب اللي هما فيها، والتفاني في العمل، التفاني في العمل، وعاد عندها الدار كذلك والاولاد وكل شيء. يعني انا كنحييهم وعاد من بعد وهذاك الشيء كله انا كنحييهم هنا، يعني كود كور، يعني من امي وجداتي الله يرحمهم، لهادو اللي كاينين في هذا الوقت وغيرهم غير ديالي زانو. لو كود كور دو كاينين بزاف. واه لو كود كور في المجتمع ديالنا هو مثلا التعليم اللي لا خليني لا 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 ملي كنشوف، علاش كنقول لك التعليم؟ لانه ملي كنشوف انا تلاميذ وطلبه بنين على الغش،
بنين على ما كاينش واحد المجهود فردي وما كاينش واحد الحس ديال التفكير العقلاني وكاين غير الاتكاليه وكاين غير الذكاء السلبي. الذكاء السلبي صح. هذا سيتان ملي كنقول عاوتاني لو كو دو كول ملي كنشوف يعني بالنقيض ديال النساء اللي كيكافحوا كيحاولوا يزيدوا القدام رجال باقي بداك العقليه ديال جد جدي ماشي حتى ديال جدي لانني جدي الله يرحمه عرفتو على الاقل جدي ديال الام وعايشته وجايلته وكان يعني محافظ بالمعنى الانجليزي بالمعنى البريطاني ماشي بالمعنى التقليداني. فهمت. يعني كود قول منين كنشوف المخدرات وش دايره في أطفال ديال 10 سنين و 12 سنة وغيرها لو كود قول مني كنشوف العلاقات الزوجية يعني هنا كاين دي كود كور لأنه كاينين ممكنش نساوهم لأن بزاف ديال الرجال بزاف ديال النساء كيبدلوا مجهودات باش يعني تملي كتكون أشياء ما رايماش في العلاقات الزوجية كيحاولوا يصلحوا كيحاولوا يبدلوا مجهود كل شيء ولكن كاين في المقابل كذلك أزواج سواء النساء سواء الرجال اللي يعني كينتظروا كل شيء من الآخر سواء ينتظر الراجل من المرأة أو تنتظر المرأة من الراجل ودوز الدكاكة واللي بغى يوقع من بعد الطوفان. اللي كود قول إلا جيت نطلقهم كاينين كتار تناقض يعني هو تناقض بين الانفتاح وحنا في واحد المجتمع اللي كترات فيه إلا بغينا نتكلموا على اللي كود قول كتر فيه بزاف ديال النفاق النفاق الاجتماعي بزاف والنفاق اللي كيخلينا نمشيو في الركاكة في الرداءة علاش كثر النفاق الاجتماعي في نظرك؟ علاش كثر النفاق الاجتماعي؟ لأن المعايير والقيم ولات غير معايير مادية وحتى اللي كي يعني كيلتاج ولا كيدعيو قيم من غير القيم المادية كتلقى عندهم مصالح ذاتية كثيرة. نعم ملي كيبدا الإنسان يجري وراء المادة فعواط ما يعني يكون يجري وراء المادة ماشي عيب ولكن بلا ما يعني الضرب بال من التحت ماشي الضرب اللي كتضرب انت لا لا تضربك هادف انا ما كنغفلش لا صراحة ما كتغفلش ما كنغفلش انا كنقول راهي اتونسيون راهي غتجيك وكان صيفتها وكان صيفتها فأكيد كتغفل عرفتي فوقاش كتغفل من اللي كان أنا بعدا كتغفلني ولكن إيجابيا وكتغفل المستمعين ملي كتكون هذيك لا سبونتانيتي أو لا ذاك الرد الفعل أو الجواب اللي فيه ملقاع الخابية مع مع المقرر فمن اللي تتخلط الخبرة الحياة مع المقرر مع الـ مع الـ مع, الـ مع القراية كيكون كتكون أهم وأعمق وأقوى الغفلة كتكون حلوة إلا كانت أما ملي كتكون غير القراية واحد حافظ هذي كتكون كتسنى اش غيقول على هاد القيمة الله يخلينا ديما نغفلو واش تاني كيكبر بيك كيكبر بيك الله احنا بدينا نديرو الصواب مهم عرفتي علاش حيت انا وياك راه غير شي شوية كنكونو حنا راه ضحكين كيتنوعوا فينا الناس بزاف علاش كيتنوعوا فينا الناس بزاف انا وياك بالضبط ما يمكنش المره انا وياك مرور بعدا يقولك مالك مالها معاك مالك معاها مالها معاك مالك معاها احنا قربنا داك الحميد احنا غاديين في السنه الثامنه وحنا اسبوع لا اسبوع لا اسبوع اكيد انا سعد بذلك دائما نسمع وعرفتي دابا ملي هذا والله هذه المره شوف شحال من عام ما عطيتك اختيار غنائي شوف شحال من عام ما عمرني ما قلت لك اختار غنائيا اليوم غتختار ولكن انت عارف البرنامج شوف شنو كاين عندنا اللي هو غادي يختار
لا والله تتختار. نختار انا اليوم هو يلا فكر بمعنى. عبد الوهاب مانيش بدون تفكير شوف لي شي حاجه ديال محمد عبد الوهاب غير يورك هكا وتخرج. محمد عبد الوهاب موسيقار محمد عبد الوهاب. شكون محمد عبد الوهاب؟ كاين عنده بزاف، عندنا من غير ليه من اغانيه اللي ورك عليها وخرجت. من اجمل الاغاني واللي غناها حتى كاظم الساهر ديالو هي افتكر اللي ناسيني وانسى اللي فكرني وانسى اللي هجرني ومن اجمل ما غنى ابيع اللي شاريني وضوح على اللي بيعني. المهم هذاك الشيء فلسفة في الحياة، هذيك فلسفة في الحياة. هو ماشي فلسفة في الحياة، يمكن تحليل نفسي تكلم عليها كثير. الناس اللي كتخلي اللي كيحبهم اللي كيقلب عليهم وكيقلبوا على اللي وين يعطي لقاها لينا غنحييه بزاف امين. عرفتي علاش؟ لانه في الاخر تصادفت بينا هذا هو الموضوع. شتي فنقول له شابو تيغي. ارقامنا مستمعتنا ومستمعينا 0522 95 36 70 او اغنية كاظم الى لقينا في كاظم. غنية بصوت عبد الوهاب احلى واجمل. لا ماشي حيت افكر في اللي ناسيني. ماشي حيت كاظم ماشي صوت، ولكن حيت الاوريجينال. الاصلي. الاصلي. وعنده كثير. يعني اللي ما كانش محمد عبد الوهاب عنده كثير شكون اللي غيكون عنده؟ اذا حنا غادي نسمعوا من غير ليه. من غير ليه. ولكن خصنا نقولوا حتى من غير ليه راه فلسفه في الحياه. هو يوقع لها صداع كاع من غير ليه. بطبيعه الحال. نستمع من غير ليه ونعود للحديث على الموضوع ومواضيع اخرى. كنا في دردشه تبدو دردشه يبدو غير مجمعين، ولكن فيها كثير من النقاط اللي فيها من الحياه وفيها من ما ياخذه الشخص وياخذه في ودنيه ويديه معه. نستمع. لم تكن من غير ليه كانت اغنيه مشاوير اعتقد. اغنيه مشاوير بدل من غير ليه من توقيع محمد عبد الوهاب. لأن مستمعتنا ومستمعينا موضوعنا فيه من الفلسفي وفي نفس الوقت من الواقع الحياة. الناس اللي كيكون كل ما هو مملوك أو كل ما هو ممنوع مرغوب. وكل إذا ملكت الشيء أهنته. مثلا ناس كتكون عندهم وهذا كيكون عصارة ديال مواضيع ديال حلقات. ملي تيكون عندك راجل لطيط زويون ظريف وليدات ما كيبانلكش، ملي كيكون عندك امراه صبوره مناضله مهاده كتولي تبان لك من المملوك من وكاينين الناس اللي عندهم هاد الملل الاجتماعي، كاين الناس اللي لا منين جايين اسبابه وراثيه كيخليها واحد اخلاقيه كي دايره يعني اكيد غنحللو وسوف نفتت هذا الموضوع ونتكلموا فيه في تفاصيل اكثر لان الموجز يداهمنا كيش نتكلم اكثر. الموجز الاخباري بنسخه فرنسيه من توقيع من وسحاب. نعود لجواب برنامج وضح ليك رفقه الاستاذ ابو بكر حركات الكره في ملعبك ونزيد تعطي تفاصيل. اعيد ما كنت كندير الكاسك لان ما سمعتكش. لا سمعتيني قبل لك الموضوع هيك عرفتي. الموضوع دابا بغيتي نتكلم في الموضوع ولا جاي والله ما عرفت من غيري ليه. من غير ليه جاي من غيري ليه صاحبك عندنا السفانة ما نعرف. يلا يعني منين غنبدا كمليانه؟ شكون هي مليانه؟ مليانه راه ناحيه في المغرب. غير ناحيه في المغرب ماشي شي حاجه. ما كنتيش عارفه هذه. راه هادشي هذا ماشي غفله هادي. لا انا غادي ندخل في الموضوع لان منين كان يعني ناخذوا في الاحداث ديال الحياه او بحال اللي قلتي ملي كيكون عندنا واحد الشخص هو ديالنا وبحال كنكونوا دايرينو في كرشنا ما كنشوفوش اولا ما كنبقاوش نتنبهو كان كنكونوا في البدايه شايفين واعيين ومن بعد بحال اللي قلتي الشيء اذا تملكته اهنته ما كتبقاش كدوز واحد الفتره ما كتبقاش دافيه ولا كيولي عندك عادي
روتيني. كدوز واحد الفتره من طبيعه الحال هذاك الشخص بنفسه كيبدا كيلاحس براسو راه ما بقاش واحد الانتباه ليه، راه غادي بعد وربما عاد تبدا تقلب عليه. وكاين اشخاص اللي كيكونوا عايشين مع اشخاص اللي قابطين فيهم بعشرات اللي يدين بحال اللي كنقولوا، وفعوات ما يقبطوا فيهم ويشوفوهم كيكونوا كيقلبوا على شي وحدين اللي ضاربينهم بركله يعني اللي ها ايه فعلا هاد النقطه كاينه بزاف ولاحظتها بزاف مؤخرا، وغادي نسولك عندي عليها اسئله كثيره. واش الناس ما بقاتش غير في الصداقه غير في الحياه اللي لطيف بزاف ما كيديرلوش الحساب، حيت كاين لك بزاف الناس كيتصحاب لهم الظرافه من قله الجهد. برافو عليك فعلا فعلا، راه ماشي اللي ظريف كله قليل الدراع ولا قليل الحيله، كاين اللي الظرافه هي الشيمه ديالو، الطيبوبه الشيمه ديالو. وان الطيبوبه ماشي معناها الغفله، راه ماشي حيت طيب راه مغفل بحال اللي كيقول مثل الفرنسي ترو بون ترو كون، نو كيمكن يكون الانسان طيب وعنده ما يكفي من الذكاء باش يريب الاخر غير بكلمه، ولكن كيعطيه فرصه وثانيه وثالثه. هذاك الشيء علاش كاين اشخاص اللي كيكون فيهم واحد النوع من المازوشي، يعني كيقلب على تماره لراسه ملي كيلقى شي واحد اللي كيستلطفو وكيدير معاه زوين كيشوف واحد كيشوف فيه ما نعرف ناخذ راجل مثلا او امراه، يعني رفيقه في الحياه او شريكه او شريكته او شريكته بو امبورت واش من هاد الجي ولا من هاد الجي كيكون زوين معاه، ولكن كيقول لا ما نعرف ماشي هو هذاك ماشي حاجه ما، وكتلقى كيقلب على شي وحده ولا كيدور على شي وحده ولا هي كدور على شي واحد اللي كيمرمدهم. ايه الى شي نهار بان منه واحد التعيطه في التليفون بحال ما نعرفاش دار. علاش؟ حيت كاين واحد المازوشية، او لان هذاك الشخص اللي مبعده وبايع شبابه غالي بحال اللي كنقولوا كيكون عنده واحد النوع ديال الكاريزما اللي كيكون هو حاس بها. او واش يمكن يكون ايضا تعويض على ضعف على نقص وي وي داخلي؟ اه بالفعل كذلك. يعني بحال اللي قال محمد العزامي الناس معادن الناس معادن فعلا. ملي كيكون معنا الشخص باش نرجعوا للصلب ديال الموضوع هو معنا عايش معنا وبحال هو ذهب وحنا ما كنشوفوش كنشوفو غير تراب ما كنشوفوش تبر، كتكون يعني راه هو بعدا هذاك الشخص راه في البدايه كيفهمش وكيحاول كيمكن كيظن نفسه راه مقصر وكيزيد يبذل في المجهود. من بعد كيمكن يمر لواحد المرحله ديال الاستكانه اللي يمكن يبقى فيها ويمكن ما يبقاش في المرحله ديال الاستكانه وينتفض، والى انتفض اجا مرضو. بارفوا سي بارتي بور دو بون. حقيقه كثير ما يتقال في هذا الموضوع، واعتقد انه هذا الموضوع جا بحال شي كبه ديال العسل غتجمع عليها النحل. علاش؟ لانه هذا الموضوع هو حسيته بحال اللي اصل ديال بزاف ديال المواضيع بزاف، او ديال المعاناه ديال الازواج وزوجات بزاف. يعني ملي تنديروا شي موضوع تلقاو هذه النقطه حاضره بشكل او باخر، او يمكن هي الحاجه اللي مأطره اكثر او تحوز في نفس الاخر. فمرة أخرى أذكر بأرقامنا الهاتفية 0522-95-36-70 أو 0522-95-36-80، ونسمعوا اللي نعاودوا نغاموا ولا ندير سمير من الأغاني الجديدة في حقيقة اللي صبحات مطلوبة نديروا أنغام، لكن الأغنية ديال أنا ما بتعلمش، لأنه الواحد خصو يتعلم في الحياة ما يبقاش دائما الأخطاء كيتكرروا. وغادي نتكلموا على ناس اللي كنحضروا ليهم وكيقولوا تعطلتي على المدام. لا 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 ما تقول والو. ايه ثاني غتبقى ما تقول والو.
واشياء كثيره غادي نتكلموا عليها اليوم. انغام هو اغنيه ما بتعلمش. وقبل ما يلقاها لنا زميلي امين عبد اللهوي نرجع لنقطه، واش كاينين ناس او شخصيات ونفسيات دون اخرى كتحس بهذا الرتابه والملل؟ الملل لانه تو فا بيان، راه كاينين شي ناس تو فا بيان تو فا بيان، داكشي علاش ما كيضر مع مرته ما كيدابز معاها ما هذا، وكيحس بالملل كيمشي يقلب على هذيك اللي تخوي ليه الكونت وتشحفو وتلوح ليه حوايجو من ما نعرف فين ودابز معاه وتناتف معاه وتوريه النجوم ف لا هذا قلت لك كان اللي فيهم نوع من المازوشيه، يعني كيستال يعني كيستالدو هذيك التعذيب اللي كيقولوا، ولكن ملي كيتكلموا معاك وكتدخل معاهم شادتي كانه كتبدا تلقى لهم مبرر صراحه، كتقول اش كيقول لك ورا الزوجه ديالي راه عرفتي شنو هو راه طافيه وما عندها مشكل، كل شيء ما كاين مشكل، فيما قلت كحل كحل، فيما قلت بيض بيض، ما نسات راسها واش انا كاين واش انا حاضر، كانه فهمتي كاينين بعض المرات ما كتعرف واش هذه القضيه هذه دابا اللي تكلمتي عليها. انا الان عن شفت اشخاص اللي كان عندهم يعني اللي كنقولوا اكثر من الذهب لهم شحار بين يديهم. ومنين ذاك الشخص انتفض كل شيء ولسنوات وشخص كيعطي يعني الاشارات والعلامات والانذارات، نهار اللي الشخص ضرب طبله وقال انا غادي عاد ولا الاخر يعني كيحاول او لا لهذا بعض المرات او لا تيمشي ويجرب ذاك القبيح ولا القبيحه عاد كيبدا يقول كانت عندي نقله في الدار. لا ولكن دابا يعني النقله راه عارفه ما كانش يعني هذيك القضيه ديال تملك صافي راه ما عمرها تمشي. ومنين غتمشي عاد ولا يعني يا من عقتها حلها واجي وعتقوا معايا الموقف. اخذوا دنيا من الدار البيضاء. مرحبا دنيا. وي السلام عليكم اخت فاروق. وعليكم السلام. عليكم السلام. اون فات هاد لو سوجي ديال هاد النهار بحال فاتت تهضروا عليا انا. انا اون فات وريني تبدلت، صديق انا دو ناتور ظريفه مسالمه بزاف، دونك جيغش با لي كونفلي تنصح حقي. اون فات بوكو تشوز دايوغ في الاول ما كنتش نعرف لا ديالي لاش بغيت تلف من عندي شي ستار تنعطيه ليه ابخي تنوقع في دي بروبليم اكوز دو سون دونك مي اون فات جي شانجي جو سوي انكور جونتي وليني افيك لي جون كي لو سون سادير الناس اللي تنحس بيهم إل مو مانيبول و ديك لا جونتيس بوغ اون فابليس تنقبح معاهم. إذن لطيفة بتحفظ وبحدود. نعم دنيا. حلاش. حيت هو مفات الأول مفات كنت ديك لاجونتي 100% هو سي مانيبيولاتور. دونك دو كو لا رولاسيون ديالنا كانت تخي ديزيكيليبري. دونك أنا ظريفة ما تنقولش لا هو إل دوموند بلوس. صادير فهمتي ان سارتان مومون قلت هذا راه يفا جامي ساغيتي شحال ما تنعطي شحال ما إل دوموند. لا بلاتي غتحبسي دنيا. هنا الاستاذ ابو بكر حركات كان قال لنا واحد الكلمه شحال هذا على هذا على قد ما تنعطيه. لا ماشي انت احدى المستمعات. قد ما انت تعطيه كتقول لك كل ما انت كت داك اللي تتوكلو غير تيشوفك تيجي الجوع. هذا المستمع كتبقى توكلو تهلا فيه توقت غير كيشوف كيجي الجوع، بمعنى دائما هو 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 خصك تعطيه. إيه بور لويس لي جامي اتي سي راك اون فات تو في ان ايفور تو في دي كونسيسيون مي بور لويس لي جامي اتي ومشي ما تدير والو ومشي هذا دونك دو كو بور بوفوار ريستي في لا رولاسيون جيت اوبليجي دو شانج. سينون كيما قلتو
كنت غنمشي في حالي دونك جي باسكو جيم باري وبغيت اون فيت جو كونسيرفي هاد لا ريلاسيون جي شانجي واخا بحال اش تبدلتي اشنو درتي اول خطوه اول خطوه بديت نقول لا دونك منين شي حاجه تتكون فوق الطاقه ديالي جو دي نو جو بو با بون سي بلو دو كونسيسيون هكا جوست بور لو فير بليزير بون بوكو دو شوز وي كمل كمل وي وكيما قلت لك اون فيت وخا هي اون جينيرال لا غولاسيون ما بين المرا والراجل لا غولاسيون ما بين زعما افيك لي زوطخ بيغسون مي الراجل ديما اون فيت حنا تنقولو في لا سوسيتي ديالنا ان الراجل تيبغي المرا تكون صعيبه تكون فهمتي عندها متطلبات الدوموند بلاتي كيفاش بلاتي اسمح لي غير نوضحوا هذه القضيه المرا الراجل كيبغي المرا تكون صعيبه هادشي اللي سمعت انا كيفاش تكون الراجل كيبغي المراه تكون صعيبه ما فهمتش هاد القضيه كيفاش المجتمع لا في المجتمع بلاتي انا نفسر ليها دنيا تسمحي لي اييه سمحي لي حيت والله الا تنسمعوا في المجتمع عرفتي من عند من عند العقيزات عند السيدات الكبار تيقول لك كل ما كانت المراه كل ما الراجل شحف على المراه وحط على المراه وصرف على المراه وجاهد على المراه كل ما ضرب عليها تماره ماديا ولا معنويا كتعزاز هادشي اللي بغيت تقول يا دنيا هادشي تنسمعوه عند من ما تنسمعوش لا جينيراسيون ديال كنسمعوه عند العيالات الكبيرات وما نعرفش ظهر لك استاذ ظهر لي ان واحد السيد كنت لقيته من يعني من ناحيه ديال الجباله كان عنده واحد الخصومة مع ولده لأنه هذاك الولد تزوج خدا بنت عمته بنت اخت هذاك السيد وخداها بلا الرضا ديال باه ولو أنها بنت اخته بحال اللي قال لي السيد قال لي هذيك اختي وأنا كنعرفها وبنت اختي وكنعرفهم وما بغيتهاش تكون قال لي هو مشى الولد تزوج يعني مشى خطب بوحده أبقى لي أنا زوجت 10 ديال الولاد وكلهم زواجهم صادق إلا هذا حنا كنقولوا في الجبل المرأة اللي ما يذبحوش عليها البقر ما كيكون عليها وقر ها يعني بمعنى اللي ما تضربش عليها تمارة وتكون اللي ما كتمشيش لها بالعز ما كتمشيش بالعز راه ما تفضلي دنيا غير في الوقت باش تمشي لها هذه باش تمشي لها صديق افون لو مارياج ولاني بوندون لا غولاسيون ديال لو مارياج تكون ديما كتقول لراجل خصني وخصني وخصني كونت هو ديما يكون في ليفور كونتينيو بور لا ساتيسفير اي ولكن كاس كي لوي دون اون كونتر بارتي يا دنيا ودابا جوستومون سي الي دون لا دوموند كونتينيو كاس كي دون اون كونتر بارتي سي اذا كانت دابا حيت كاين شي عيالات غير تيعطيو ايل دوموند ريا دونك بور لي زوم راه فكسي واخا مراتو راه فك مرا ساهله مي سي دو لاكي فهمتي يفي با فوالا يفي اوكان ايفور بور لا زعما بور لي فير بليزير بور غير راه هي الي ساتيسفيت ا 100% دنيا غنلقي واحد الكلمه دنيا كاينين سيدات اللي تيتشكاو بزاف من المجهود ومن ليفور من العيا ومن تماره ولكن هي في اخر المطاف راه هي ما كتلقى ذاتها الا وهي كتضرب كاينين شي وحدات اللي ما هي الغريزه ديالها كتحقق ليها الاكتفاء الذاتي واخا كتعذب وخاصها تشكى افكتيفمون وي واخا يكون عندها الامكانيات واخا يكون عندها خاصها ديري يديها في العجينه وتدير التمار ولا ما دارتش بحال هكاك ما كتحسش بقناعتها وفي الاخر تنقر وتقول لك انا اللي كندير كل شيء ولكن كاينين اللي كتقول لا خصني نتعلم الراجل يكون تشاركي واحيانا كتقول لك لا ما غادي يخربق لي الدنيا وكاين كتقول لا الا اليوم غيخربق غدا مع الوقت غيتعود افكتيفمون بون دابا على هاد لو سوجي ديال لا جونتيز دابا اون فيت افيك مي زونفون جيساي توجور دو لير اكسبليكي بون il faut être gentil ولاني افيك لي جون كي لو ميريت سادير لي جون لي كي بران لا جونتيز بور اون فابليس il faut pas être gentil avec voilà, c'est relatif. Il ne faut pas être entier avec tout le monde. Il faut s'adapter à chaque
نعم، انا كنشكرك دنيا على مشاركتك معنا، وما غاديش نديرو تعليق لانه انت كتكلمي درنا واحد الدردشه ولاتية. الاضافه كانت مع الدردشه ما احتاجيناش. بنسمعوا دابا لانغام وما بتعلمش. كانت ما بتعلمش اليوم، خص كل شيء يتعلم طبيعة الحال. ماشي غير هنا بغينا نحطو خيط رفيع ونحطو واحد السطر، هو يبدو خيط رفيع لكن خصو يكون سطر واضح المعالم. هو راه ماشي اليوم كنقولوا له شريرات ولا كما قالت السيدة حيت الظرافة، إلا أنها أضافت على أنه جو سوي توجور جونتي وبقاني ظريفة، ولكن يعني فيها بعض المرات كيكون داك اللطف أو لا جونتيس أو اللطافة السلبية، كتكون غا بعض المرات انت ما كتحملش التعامل مع واحد غا تيتخلط عليك بين الظريف وبين وبين هبيل ولا بين ما نعرف. كتبغي الانسان هكاك مصايب، كيبغي اللطف، الانسان يكون عنده الداخل ديالو بيض ولكن يكون عنده كاركتير، ما يبقاش غير جالس غم بين قوسين معرم، يعني غير محطوط، ما كاينش الموقف. انسان يعني حتى في الظرافه كيكون موقف في اللطف. لا شوف، لا بحال اللي قلت قبيله، الظرافه راه ماشي هي الغفله، والظرافه راه ماشي هي الواحد هبيل. الظرافه كيمكن الانسان يكون ساذج وظريف، والانسان ساذج على العموم كيكون ظريف، ما كيكونش خبيث. شكون باقي ساذج دابا؟ كاينين كما عرفتي الوليدات تبارك الله، دابا الا هضر معك شي وليد حنتك. شوف كاين اللي ساذج مع انه بريء، إيه؟ البراءه راح تفرق. كاين اللي ساذج لانه الطبع ديالو، لانه النمو الادراكي والحسي ديالو هذاك الشيء اللي عطاه الله. يعني ساذج باقي بعض الاشخاص سذج. بعض المرات كنشوف شي ناس كتحرك بخبت وكيبان لي خبت ساذج، شي ملي كيديروا واحد الطاقه كتروح على راسهم واحد لي زينيرجي وتخدمين في شي حوايج خاويين، بحال كيكبوا الماء في الرمله ما فيهم حتى نتيجه وما عندهم لا فين توصلهم، كيجيني خبت ساذج. لا ماشي خبت ساذج، يعني خبت بدون نتيجه. وي فهمتي، خبت يعني الا بغى بنادم يتطور على شي حاجه فيها ما يدار ولي يحافظ على لي زينيرجي ديالو احسن. سمعوا حفيظه من القصر الكبير. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام لاله. كبيره انت، لاباس عليك؟ وانت على خير، الله يرحم والديك. مرحبا بك، شخبارك؟ اللهم لك الحمد. شخبار الحومة؟ كل الحمد لله. مرحبا بك. أنا خصني نصفق ثقة عالمية على الدكتور عليك نتينا. لا لا، نصفقوا على الأستاذ. لا لا، نصفقوا على شروق هاي اللي كتجي من جمعنا. ديال بصح، نصفقوا عليكم انتوما بالاخص، نصفقوا على اطلانتيك. اليوم راه خدامين الرش والغرام. جبد واحد الموضوع وقالوا على اللي قالوا له ذاك الجبلي. ديال بصح انها مثال، كنقولوا عاوتاني الراجل اللي ما كيعمل لك شي الدبره في العنق ما يديرش بحسابك. دابا بلاتي دي حيت هادي ما تتعلق بهادي، بلاتي الاخرى زوينه الاخرى يذبحوا لك البقر ما تجيبيش البقر، ولكن الا ما دار لك الدبره في عنقك ها ما يديرش بحسابك، خاصو يدير لك الدبره في عنقك ولا انت اللي ديري ليه الدبره في عنقك. اللي ما ديرلوش انت، ما دير اللي ما تعملوش انت الدبره في عنقك، في عنقو اها ما يديرش بحسابك. هايداك يكون يبقى يجيب لك في الكادوات، هايداك يدير بحسابك من بعد، او ملي اولا كتكوني تخرجي كتشادي بزاف الحوايج، حتى شي تشري لي هذه، حنا محتاجين لهم في العرس. لا لا حفيظه، حنا ما سخيناش بك، كنتي سخيتي بينا. لا ما سخيتش. ايوا خليك بعد الموجز الاخباري، حنا انت مازال معنا بنسخه عربيه من توقيع زينب الجودي. نعود لجوا برنامج نوضح ليك ونعود لموضوعنا اللي هو انا يعني بدور على اللي بيعني وببيع اللي شاريني. ايه زعما ملي كيكون عندك يعني العلاقه مع واحد الشخص وكيكون هذاك الشخص كيبذل المجهود باش يساعدك وباش يريحك وباش تكون بخير، وانت كتظن انك امتلكتيه ودونك راه ولا ديالك كتخليه وما كتبقاش مديها فيه، حتى واحد النهار كتقلب عليك تقلب عليه وتقدر تقلب عليه وتلقى يديك والريح. حفيظه من القصر الكبير، مرحبا حفيظه.
الحبيبه ديالي. تفضلي يا لالا. وبقى الدبره في العنق. وانت عملتي الدبره في العنق ولا ما عملتي شيء؟ انا ما عملت حتى حاجه من هذا الشيء كامل. وعلاش؟ تزوجت في واحد الظروف بحال اللي غامضه شويش. هادي دابا 24 سنه. ولقيتي شكون في ديك الظروف الغامضه لقيتو اكتشفتو شكون؟ حيت ملي كتقولي ظروف غامضه كنحس براسي بحال اللي كنقرا شي شي قصه ديال اغاتا كريستي. فهمك بزاف. هذاك الشيء اللي في الدماغ ديالك هو اللي كاينه. هو اللي كاين. اذا كملي. المهم انا كملي نقاط الاسترسال تفضلي. انا بحال اللي شريت راجل. شريتي. قلت له غنتزوجوا مع بعضنا. اللي ما عندكش عندي. واخا شحال كان عندك من عام؟ كانت عندي ديك الساعه 20 عام. شحال؟ 20 عام. 20؟ وكان كل شيء بين يدي، كل شيء عندك في 20، علاش غتشري راجل؟ ماشي شريته، انا كنت خرجت مع حد علاقه عاطفيه. صافي فهمتك، واضح وصلات. اللي هو طرح علي انه يتعرف عليا، طرحت عليه انا الزواج. هذيك اللحظه عايشه فيها لدابا. بعتي راسك رخيص. صوريش. هو خدام. انا خدامه. نعم. مي ما كيعطيني شي حتى باش نقي سناني. ولده مع جوج بنيتات. شريت الدار. انت هي اللي شريتيها؟ فلوسك؟ انا. فلوسي ما عطيني شي حتى بسيطه. وكان بغي نجل جا كندي هو اللي اختار الجل اللي اي حاجه نبغي ندخلها له بالرضا ديالو. وقلت لكم واحد المره الدكتور حركات كان انا هي اللي خطا فيا ديك المعيور وقال لي نهار الاول لقيتك بلاشي. مي انا صادقه ان ما كايناش من هذا الشيء. واعترف وطلب السماحه وهادي وقلت الله يسامحك. قدام ولادك هي. قدام ولادي. دابا هو استغلالي درجه ما تصوريش. ولادك تبارك الله راه كبار لالا. ايه عندي وحده عندها 23 عام وحده 19. تذكرتك هذه قلتي لنا شي عامين هذه باش حكيتي لنا. مي هو دابا الا عطيت انا مرات الدار ما عطيت شي ما كان سوى والو. من اي ناحيه؟ علاش ما سقسيتيني نقدر نجاوبك حيت عندي بزاف وحتى وحده ما قدرتش نركز عليها. انا حاليا كنت حقيقة انا باقي كنعقل وكنتذكر هذه عامين انه دخل انت صافي بحال اللي طلعتي لواحد البرج عالي وانت بحال اللي فصلتي العلاقه ما بقيتيش بغيتي تكوني في علاقه زوجيه بالكل وهنا فين هو انتقم منك بهذه الطريقه. لا ماشي احنا من ديبار حنا الحال عايده. لا ولكن راه قلتي مع الاولاد انا كنقول لك اخر ما كنت سمعت هو انه انت ما بقيتي بغيتي ديري معاه حتى شي حاجه. فهو ناض قال واجي قال لولادو راه امكم لقيتها بلا شيء ولا كان طلب منك شي ماديات وشي حاجه. ما بغيتش نعطي وما بغيتيش تعطي. ودابا مؤخرا على البارح طلب مني واحد المبلغ ما بغيتش نعطيه. شحال تقريبا نقدر نعرف ولا بلاش؟ تافه. مي انا كنجلج في الدار هو مثلا لا شريت مثلا لا شريت 400 درهم ديال الجليج وعطيت 500 درهم ديك 50000 فرانك ديك 500 درهم كيديرها في جيبو. مي كنقول له علاش كيقول لي وانت كتعدلي الدار وانا ما عادش نسافر. مي كنقول له الدار ديالنا كيقول لي والو الدار في السميه ديالك. دابا حيت الدار في سميتك هو ما يديرش يدو في المبارد. مثلا شريت شي اونسومبل ليا هو اللي تساوى. هو اللي تساوى عليه. مثلا هو ذاك الاونسومبل ب 50000 فرانك قالنا مول الحانوت. ملي تساوى وخداه ب 35000 فرانك. خدا الفرق. هذاك الشيء ذاك الشيء كياخذ هو كيقول لي وانا تساويت عليك. مي كتجي الورقه ضد ضو الماء كيحطها لي حدا راسي في كوكيته. زعما هو ما معنيش بهذا الامر. ما شحال شنو نقول لك؟ البنات مرضوا انا خصني نداوي ندير الطبيب لا تشهاو شي حاجه. انا ملي كنقول له انت كيقول لي انا منين عيجوني وانت انا خدامه كتصور. ولا هو ياك خدام؟ هو الحبيبه ديالي هز 20 مليون من البنكه.
ما دار بها حتى حاجة، حيت هاد العام كياخد مليون، العام الجاي كياخد جوج الملايين، كيخلص المليون الأول كيبقى له مليون. ولكن اش كيدير فيها؟ اش فين كيديها؟ كتمشي؟ كنعرفش، كنعرفش، المهم كيلبس الماركة. ما قدرتش بحال هكا. على الماركة غادي ياخد كريدي باش يلبس ولا؟ 20 مليون باش يلبس؟ ايه هاد وما داروا حتى الهيالات. ايوا عام على عام راه 20 مليون ماشي في مره، راه قالت لك هذا العام كيهز مليون، العام الجاي كيهز مليون، واللي من بعده اربعه هو غادي. ايوا الواحد اللي كيبغي يلبس وكيكثر من بحال هكا ويزير على راسه. ايوا راه قال لك لبس قد كيواتيك. والمكسب ديال الناس عريان. انا عمري قلت لا على اي حاجه اللي تطيح لكم في البال ديالكم، ماديا معنويا على صحتي على اي حاجه. حاجه ما راضياش عليها كنقول واخا. البارح قلت لا. البارح؟ اه. ملي قلتي لا شو وقع؟ شحال نقول لك؟ انا ما غنمشيش لديك الدار. دي فيها شي عروبي يسكن فيها. مي انا لا. وانا عاوتاني تطلقت لك على 10. قلت لهم اللي انا عندي عروبين تجي شي وحده تخدم عليك. قلت بالفاظ قبيحه. ايوا وزايدنا في الهضره، وصلت انني غنهز الطابله. حاليا انا عندي الاكتئاب وكندو عايشه مع الطب النفساني هذه 4 سنين. شغنقول لك؟ قلت له مره اخرى. دابا هو فين بات؟ بات في الدار اليوم؟ هو ديما في الدار. من بعد هاد المدابزات كيبقى في الدار بعد. انا اللي كنخرج ماشي هو. انت اللي كتخرجي، فين تتخرجي يا لالا؟ ما كنمشيش لشي بلاصه. لا كنضرب دوره. ما نهضرش. لا انا تسحبني انت الدار في سميتك وعندك كتمشي ثاني عند الوالدين ديالك. لا لا ما عنديش الوالدين ديالي حدايا. مي ما كنقول لهم شي. كاتمه وما كنعاودش. هو عمري قلت لك ما قلت له لا. على اي حاجه. ما نعرف بحال شي التليكوموند، شي واحد مشبره وكيتحكم فيها. هي انا بغا موتور كنمشي بلا ما نقول السميات لهاد اللي ولاو دابا اللي كيعطيو قروض صغرى، كناخذ له موتور وانا اللي كنبقى نخلص بالكنزه حتى كيكملوا. عا كنكملوا كيبيعوا وكيدير فلوسو في جيبو. يوسف جيبو انا كيهزني الماء، ما كيدخلش عليا حتى بصله، حيت انا في الاول الغلط ديالي ديك ديال الراس المغطي خير من اللي راس المعري. هي اللي خاطئه. نعم. انا انت اختاريتي واحد الاختيار وبقيتي كتخلصي، مع انك بحال فيقتي العمى على قريب الحجر. انت كتقولي بانه داكشي اللي كيتهمك به راه حتى هو ما كانش، انت غير كنتي في واحد العلاقه عاطفيه طولتي فيها وبغيتي تحدي راسك وتحدي الناس اللي كيعرفوك وسامعين عليك بانه انت بغيتي تجوجي في اقرب وقت. اما انت كنتي ما عندكش شي مشكل اللي غيسترك فيه. لا ابدا. وانت دابا درتي كبرتي على راسك حتى ولاتي يحس براسو بانه راه هو راه غيبقى يتخلص في داك لافافور ولا غيتخلص في داك الجميل اللي دار فيك. ولكن ما دار فيا حتى جميل. انت يا خليتيه يكذب الكذبه وطيقها. انت تخيلتي ملي كتقول لواحد شوف ديرني في هاد العلاقه هذا ومنين ما جاتك راه غيبدا يتخيل راسو بانه ما شنو كان لدرجه هادشي مؤخرا هادشي تدس عليه. لا كان ساكت، كان ساكت لانه تنتي كنتي ساكته وتنتي كنتي هذا ملي فقتي وعقتي مع لاج كيخلاه سد فواك الحاره كتعيط لواحد من تيكبر تينضج كيبدا يبان ليه مالو هو على هاد الحاله كاع. فتفضل استاذ. لا غير هو هاد انت يا زواجك من الخيمه راكب مايل. الله يرحم والديك. يعني انت وياه ما مشيتيوش على نفس الاساس. انت خرجتي قلتيها من واحد العلاقه خايبه اللي دمرتك، وغير تعرفتي عليه وقلتي ليه نتزوجوا، يعني قبضتي عليه ب10 ليدين. انت كان الهدف عندك هو تزوج
فهذيك الساعه ما كاينو ديه دار سمح لي دكتور كيقول لي انا كنت مازال ما باغيش نتزوج انت ضربتي عليا. يعني هو بالنسبه ليه راه داير فيك واحد البليزير وهذاك البليزير غيبقى يتخلص عليه حياته كامله. هو انت قلتي شريتي راجل هو كيعتبر راسو انه خدا كريمه اللي غاديه تبقى دير ليه الخاطر ودير يعني ودير بحساب انه هو قبل باش يتزوجها رغم انه ما كان فيه ما يتزوج. اش كيفاش العلاقه غير متكافئه من البدايه؟ اللي عرضت عليه الزوج ما كانش عنده شي اعتراض على الراس والعين. ايه بالو دجاجة بكامونها. لا اش قال لي الطبيب انت يا بقره حلوبه. انت بقره حلوبه وباقا كتحلب راه حتى البارح واقيلا عاد اول مره قلتي لا. قلت لا. حيت كان باغي يبيع شي حاجه. مي ما خليتوش. هو شوف هاد الزوج ديالك حيت هي ما نحصروش العلاقه غير في الماده. حيت راه بصح لو كانت ما كانتش عندها الامكانيات الماديه كانت ما غتكونش حلوبه ولكن كانت غتكون سميه غلوله لانه حطيتي راسك في شي حوايج. يعني العلاقه بيناتكم ماشي واش هي يعني من غير الماده التعامل كيفاش؟ الا ما عطيتيش هو يعني لا بحال كنقولوا بالدارجه خاسر معاك بالفلوس ولا بلا فلوس ولكن ما كتعطيش الفلوس كيفاش كتولي عاد مازال؟ ما عطيتش كنوري بحال شي عدوه. بحال شي عدوه. علاش انت في هذه العلاقه هكذا؟ شحال عندك من عام دابا حفيظه؟ 43 44 سنه دابا 44. علاش انت في هذا يعني بحال اللي كنقولوا رضيت بالهمه رضا بيا؟ ما رضاش بيا بزاف اللي قال لي انا هو خليته يتعلق ببناته بدرجه ما تصوروش. ايوه بناته راه كبروا دابا. ولو يتعلق بهم ولا يتعلقوا به يعني ما بقاش عندك القدر انت. البارح بنتي في الكوزينه وانا كنغوت وهي كتصفق عليا كتبان لي من الشرجم كتقول لي برافو عليك ماما هضرتي دابا عتولي لاباس عليك. حيت اول مره كنهضر وكنعبر على اللي عندي في قلبي داكشي اللي دار لي كامل واللي هز لي واللي داه لي واللي بزاف د الحوايج. ما عاد كنقول لك هي العلاقه متوتره. حنا عايشين كناكلوا طرد الخبز بهاد الهك بهاك كناكلوا طرد الخبز. هو عايش الدار ناعس واكل شارب ما خصو حتى خير. ملي كتبقى البوطه كيعيط لي الو البوطه قادات واش تمشي عند مول الحانوت ولا ما قال لي شي حتى كندوز عند مول الحانوت كيقول لي اختي راه البارح جا راجلك خدا هادي وهادي. فهمتي؟ لا بكل امانه ملي تزوجتي به درهم ما حطوش حياته بكل امانه. لا حط قال منكرش انا ماشي قليله الاصل. وشنو حط؟ الصدق ديالي باقي في الكاغر. كان كيخدم كيجيب المعيشه قليله ماشي كامله مي انا ذاك الوقت ما كنتش خدامه. كنت كنبريكولي. وكان الدار ديالنا معاونيني. واخا لا حفيظه واخا حنا غادي نشوف اش غنديروا باش ناخذوا سناء من الرباط غادي نخليو استاذ ابو بكر حركات غيخليك واحد الكلمه في ودنيك. لا شوف حفيظه انا قلت لك من الخيمه راك مايل و يعني واش انت ما كتحسيش باللي بلغ السيل والزوبه؟ شنو الحل في نظرك؟ علاش كتلمح؟ لا كنلمح انه راه هي قالتها الا ما درتلوش ضبره في العنق ما كيكونش احترام. يعني معنى انها هي انتفضت البارح راه يمكن لها الان وصل واحد الوقت اللي خاصها تبين ان راه عندها واحد واحد المكانه واحد المرتبه وراء انه راه العلاقه الزوجيه هي علاقه احترام متبادل وعلاقه تقديريه وعلاقه ماشي ديال الابتزاز. نعم ناخذوا سناء من الرباط. مرحبا سناء. الو سناء. وي اختي كرو لاباس. مرحبا لاباس. تبارك الله عليكم وما يعطيكم الصحه على هذه المواضيع اللي كتجيبوا زعما اللي
حتى اونت فامي ما تقدريش تهضري بحال هكذا. مرحبا بك، حنا راه اونت فامي. لا زعما سون دي سوجي اللي عم تو. ايه فهمتك، وصل. تفضلي يا ليلى تفضلي. انا بغيت نبارطاجي معكم ليكسبيريونس ديالي. ايه سيكو انا جو سوي ماريي جي دي زونفون الحمد لله ترانكيل، مي كيما سالك الدكتور الزواج علاقه احترام وموده وحب، يعني هادشي كيفاش خص المراه تدير كل نفوسها باش انها تردي الراجل، والراجل دوما ملي يشوف ديك المراه كدير داكشي باخلاص راه كلشي الامل وبالنيه، ملي كتكون داكشي بالنيه كيوصل للميساج الراجل واخا هو ما يكونش كاع كيبغيها وباش يكون، ملي كتعامل بنيتها وكتعطي كل ما عندها ووليداتها تهلا فيهم داكشي ربي كيعاون، حتى ديك لاغولاسيون كتولي صعيبه. ولكن حنا راه تنتكلموا على اللي كدير هادشي كامل وكتجيها طعنه في الظهر. اكزاكتو، ما انا جايه مع التدريب ملي كيكون هادشي كامل وضروري راه الحياه هي هادي ضروري كيوقعوا. اذا نولفوا بمعنى الا اعتبرتيه ضروري هي يا اما نولفوا يا اما نتوقعوا يا اما نتسناو اللي جات غنقولوا ضروري. نتوقعوا هادي اللي بغيت نقولها، نتوقعوا ولكن نتوقعوا غادي مزيان حتى هو دومان كيكون غادي مزيان راه الحياه هي هادي كيوقعوا شي دي بيتي بروبليم، المهم كتقول كتشوفي لو بروبليم شنو هو. باغ اكزومبل الراجل جو سا با حسب الملل ولا جو سا با كتشوفي شنو تبدلي من راسك شي شويه تعتني براسك شي شويه تشوفي جو سا با، المهم الواحد يبدل شي شويه حيت التغيير هو اللي كيهرس لا روتين. فهمتي وفوق ندي واحد لا كيستيون اللي هي ان واش شي حاجه درتي شي مونتاج يا كنتي قلتي حنا يعني دي شوز ما كتقدرش تقولهم غير اني اون فامي وانتي التجأتي للراديو يعني لو ماشي اي راديو حنا تقتي فينا دابا درتي شي مونتاج دابا ماشي حنا بغيتي تجيبينا حتى لاده وتخوي بينا ما يمكنش. شوف سناء وي دكتور شوف انت غير طرح السؤال ديالك انا غنغمض عيني ماشت والو يلا قولي نسمع اختي كره مغمض عيني مغمض عيني مغمض عيني مغمض ودني يلا قولي فور من راجل كتبت المرأة كتعتفود وتدير كل ما في زوجها وهذا وفي الأخر كتلقاه مثلا أونغولاسيون مع واحدة أخرى كيف كيتواصل وهذا الشيء اللي ما حشمك هذه اللي ما قديتيش تقول كيف كيتواصل يعني واش لقيتي لقيتي ولا غير شتي من الرسائل واش لقيتي لا ملي كتجي معاه كيعطيها الحب ديالو وكل شيء الانرجي وكل شيء كل شيء هو ديالها يعني اللي كيكون معاها ديالها يعني اون باغالي راه كيقول لك انا مراتي عزيزه عليا ومراتي ما بحالها واحد وهي ما عزتها بوحديتها وهذا ولكن راه هذا ما عندي كي غادي ندير راه الراجل عنده خطو ربعه باش يحس بالملل خاصو راه صرات انا ربعه وحنايا راه هذا اذا هي خص يولي فيها ربعه على هذا القبال يعني انت كتحس براسك عطيتي كل شيء ورغم ذلك كتلقى ان راه منين كيكون معاك راه كيعطيك كل شيء في ذاك الوقيته اللي معاك ولكن من ما كيكونش معاك عاوتاني كيعطيك كل شيء في جهه اخرى. لا سي بو با من ما كيكونش معاك كتحس بان راه ما كتحس كتعرف كيعجبوك دي شوز شي حاجه دي بروف كتلقى بان راه عنده اون غلاس دونك واش شنو شنو هو شنو هي لا سوليسيون ديال هاد الفلسفه اللي في الحياه؟ ما لا هو اولا تشوف يعني حاول تفهم علاش الفافوا غايور اشنو اللي ناقصو معاك؟
لا ناتور اومان هو هو بنادم وانسان وانت مشي ماركه اخرى يعني سهل باش رسال باش يقول انا ناتور اومان هذيك باش كيبرر تبرير ولكني اللي حاول تشوف في العمق حاول تدخل معاه في العمق علاش يعني اشنو ناقص كنتي وشنو ناقص من سلوكك ومن ولا من من تصرفاتك ولا من ردود افعالك يعني في العلاقات معاه سواء في التواصل اليومي ولا في العلاقات الحميميه ربما انت راك مقصره من جهدك من حتى حاجه ربما كنقول لك ولكن لا انا مزيتو ما كنحسش حتى ناقصي ما ناقصني حتى حاجه ولكن يعني حاجه كما كنقولوا بالدارجه كنحل عليها في طلقه لا معنويا لا ماديا لا اي حاجه لكن كيقول لك دابا من الاخر هو دائما في علاقات اخرى هو ما عابره مع بنتي انت معنويا حنين لطيف ماديا مهلي فيك كريم ولكن هو من الرجال اللي كيحبوا النساء ودائما تلقاي فيه علاقات واش في علاقات ولا عنده غير وحده عنده بزاف بمال بروفون يعني شي حاجه لي كبيره بروفون ولكن غير لو فيت ان هكا كما قلت يحب النساء لا وين دابا انت حطينا في الصوره واش هو صديق النساء ولا كي كتحصلي باصرار وترصد لا صديق على ليس يعني بحال هكا الصداقه ديال دي زامي وصافي هكا ايوا ديجا ديجا ما فينا والو مشكل ديتيها وكبرتيها راه لا عندو لي زامي لي يعني دي غولاسيون بيناتهم واش 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 داكشي فيه شيغي في شيغي ايوا صافي يلا نتابع بعد الموجز الاخباري دائما في اطار الموضوع اللي نعاودو نذكرو به لانه شويه بغينا ماشي بغي نفلت ولكن باش ما ينفلتش من بين الاصابع موضوعنا مرتبط ب اذا ما ملكت الشيء اهنت اشياء احيانا كيكون عندنا ناس يتوزنوا كما سميتيها بال يتقلوا بالذهب يعني الانسان كبير وغالي فيهم ونسترخصه لانه يا اما ملل اجتماعي زوجي صمت زوجي ايضا احتياجات غريزيه ما نعرف ارقامنا 0522 95 36 70 او 0522 95 36 80 وحتى ننسى اللي كتكون من كثره ما هو ظريف كان سرانه وكنولي باغا ما عادش باغا ندير فتنتكلموا على الرجل كيف ما كنتكلموا على المراه بطبيعه الحال نعود بعد الفاصل امين بوسحابه من توقيع اكيد زميلنا امين بوسحابه بنسخه فرنسيه موجزه اتلانتيكي الوجه الاخر مساحه اذاعيه باسئله مغايره الوجه الاخر اقتراب من الخصوصيه الوجه الاخر برنامج أسبوعي يقدم ضيوفه بغير المألوف أسئلة عن اليومي وعن مجالات الاهتمام عن الطفولة والأسرة وعن العمل والأصدقاء الوجه الآخر من توقيع أحمد علوة صباح كل أحد في 11:30 مع الإعادة في 7:30 مساء على أتلانتيك راديو Les experts atlantiques La célèbre émission à votre service avec Faisal Tadlaoui et son équipe de spécialistes. Quand j'ai vu mon nom, j'ai tremblé. Aussitôt, je me suis dirigé vers un contribution libératoire. La transparence fait peur. Les experts répondent en direct à vos questions avec pragmatisme et sans langue de bois. Si ça ne marche pas, est-ce que j'ai le droit de récupérer mon argent ? Tous les jours, 10h midi, Atlantique Radio, la qualité. Les experts atlantiques vous sont présentés par le Challenge Startupper de l'année, par Total. Atlantique Radio. Il est 15h30.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le temps monte encore une fois entre la Russie et la Turquie. La Turquie regrettera d'avoir abattu un Sukhoi des forces russes à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Des propos virulents du président russe à l'égard de la Turquie. Vladimir Poutine, à la tribune devant les parlementaires, a promis de nouvelles mesures de rétorsion à l'encontre d'Ankara. Et pour tenter d'apaiser les choses, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, rencontre ce jeudi à Belgrade son homologue turc. Une rencontre en marge d'une réunion de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. L'Irak où la coalition internationale a renforcé ses bombardements dans la région d'Al-Anbar, quasi entièrement contrôlée par l'EI. Les forces gouvernementales envisagent bientôt de lancer une offensive pour libérer la ville de Ramadi, une ville où les habitants sont pris au piège et redoutent un massacre. Des messages vidéo sont envoyés pour supplier l'armée et la police irakienne de faire la différence entre civils et combattants. Nous ne pouvons pas partir. L'EI a tué déjà une famille qui tentait de sortir de Ramadi, dit en substance l'un de ses messages. Même scénario à Fallujah où la semaine dernière, un bombardement a tué 14 personnes, dont 2 enfants et 10 enfants et 2 femmes. Une ONG britannique, Cessez-le-feu, dénonce dans un rapport publié cette semaine la façon dont l'armée irakienne bombarde sans cible précise les villes de Ramadi et de Fallujah sans épargner les civils qui s'y trouvent. Un allié de plus dans la grande coalition contre Daesh, les députés britanniques ont donné leur aval pour des frappes de la Royal Air Force en Syrie contre les positions de l'organisation de l'État islamique. Le vote a eu lieu tard dans la soirée hier. La Grande-Bretagne, qui est déjà opérationnelle sur le terrain irakien, à peine le oui acté. 4 avions de chasse de la Royal Air Force ont décollé d'une base aérienne chypriote à l'aube. Le ministère de la Défense a précisé que les tornados avaient des cibles pétrolières. Une décision et des frappes saluées aujourd'hui par François Hollande, Vladimir Poutine et Barack Obama. Le communiqué de la Maison Blanche se félicite également de la décision du Conseil des ministres allemand qui lui a validé mardi déjà l'intervention de son armée dans la lutte contre l'EI avec une mission qui pourra mobiliser jusqu'à 1200 militaires. Retour sur l'info nationale avec ce rapport du HCP, le Haut Commissariat au Plan, qui a présenté hier les résultats de son enquête sur le capital humain au Maroc avec un large pan sur l'éducation qui tient une part importante dans cette étude. C'est ainsi qu'on apprend par exemple que le coût de la scolarisation par élève a plus que doublé en 14 ans, de 5 088 dirhams en 1999, il est arrivé à 12 062 dirhams par élève et par an en 2013. 15h, bientôt 34 minutes sur Atlantique, c'est la fin de ce bulletin d'information. Le prochain rendez-vous de l'actualité, ce sera à 16h. D'ici là, retrouvez votre émission de l'après-midi, Nou Dahlik avec Chourou Gharib. Nou Dahlik. للمشاركة اتصلوا على الرقم 0522-95-36-70. شروق غريب. نعود لجوا برنامج نوضح لك واخذ ناديه من الدار البيضاء. مرحبا ناديه. السلام عليكم ليلى شورا. وعليكم السلام، تفضلي. استاذ حركات، انت خربت الحركات، سمحي لي. تعقدوا لي الحروف. استاذ ابو بكر تبغى غير هذاك. استاذ ابو بكر حركات. لاني قلت لك انا خاصه القمر. ايوا انت تعرفي نشوف شي قمر هو هذاك. كنعرفو مزيان بارك الله فيك، شكرا. قلت لك استاذ باش يكون بنادم ظريف ومتسامح هذه ماشي صفه هو كيديرها في راسو، هذه صفه من عند الله. يعني الا فيه ما يمكنش يبدلها ولا يغيرها، هو راه فيه وفي غير هي خصهم تكون يكون بنادم تكون بدا مرتبطه بالشخصيه نشوف لي قوة الشخصية. لأن راه ماشي سهل بلاد يكون ظريف ومتسامح، كيطلب واحد المجهود. فهمتي؟ بمعنى باش أنت الغرائز ديال بنادم هي في الواقع هي أناني بنادم باش يسامح الآخر بدون زعما يسامح غير لوجه الله. ولي يكون ظريف ما راه كيطلب مجهود من شخصيا من ذاك الإنسان. إيه. ما يمكنش. نعم؟ أنا متفق معك. ديما انا بدات شي هاد الحاجه الا فيك ماشي تقول انا غنغيرها دابا لما بقيت انا غنكون متسامحه مع الناس، راه ما يمكنش لك لان هي فيك من الداخل ديالك.
لا حنا لا ما قلناش لك غادي تبداي تهزي السيوف. نعم. اولا غادي هزه شوكتك كي كيقولوا الناس القدام، راه حنا كنقولوا بالعكس، علاش حنا نحارب اللطف ابدا. داكشي انا سمحي لي ماشي على داكشي جبتها. انت غير هذيك السيده اللي قالت لكم انا راه ما بقيتش ظريفه، انا دابا كنقول لك لا لا ما قالتش ما بقيتش ظريفه، كان خاصها تقول لا فين خاصها تقول لا، راه غير مع ولادنا راه ما يمكنش دائما تقولي اه، ولدك حبيبك كبيده ديالك ما يمكنش فلذات الاكباد. اذا راه لا في الحياه راه لازم تكون في جميع المجالات ياك استاذ. معلوم تفضل. راه اللي انت خاصك تفضل تفضل. راه اللي ظريف هو نعم، راه اللي ظريف ماشي كيقول ماشي ما كيقولش لا. ايوا راه اللي تجي الموقف فين يقول لا راه بيان سور يقول لا، ولكن هو هذيك الظرفات راه فيه زعما يقدر واخا ما يعرفك انت دابا تلاقى معاك يقدر ليك الاغراض ديالك كيف ما كان، ماشي يقول لك لا ولا ايه. فهمتني يا استاذ؟ انا فهمتك. ايوا اذا شنو كيكون الموقف ديالك منين ما كيقول لك ما كيقتلك ما كيحييك؟ نعم. شنو كيكون الموقف ديالك منين ما كيقتلك ما كيحييك، يعني ما كيقول لك لا ايه لا لا؟ الشخص اللي كتقضيه؟ اه. انت كتقضي لا في سبيل الله، انت ما عقلتش من حتى حاجه. اه ولكن واني في الحياه ديالك انت يا دابا، يعني من غير هذاك اللي كتقضي له وما كتسنى منه حتى حاجه، مثلا انت مزوجه؟ نعم أستاذ. إيه مع الزوج ديالك مثلا؟ نعم لا أنا الزوج ديالي أنا كيطبقني يعني داك الموضوع اللي كتهضروا أني أنا زعما مزيانة والراجل ديالي زعما كيتعامل معايا خايب كيصحابو أنا واش ما عندي لا شخصية ما عندي لا فهمتي؟ من داك المنظر كيتعامل معايا كيما قلتي دابا كيصحابو أنا ما عندي لا شخصية ما عندي لا رأي ما عندي والو فهمتي؟ ولاني انا كناخذ غير بالحيله ياك؟ انا هاد الحيله زعما شنو كديري في هاد الحيله؟ نعم؟ شنو كديري بحالك؟ يعني كنخليه يقول لي جبو ياك؟ يقول لي انت ما عندكش شخصيه، ما عندك هضره، ما عندك كلام، ما كتهضريش مزيان، ما كتعامليش مزيان. وفين واخا وفين هي الحيله؟ شنو فين هي؟ فين هي الحيله؟ يعني انا ما كنشدش مع ما كنشدش مع لا لا الحيله خص تكون شي مقابل، يعني انت كتخليه ولكن كدوزي ليه من جهه اخرى، هذه هي الحيله. اي هكاك هذيك هي الحيله. ومني كدوزي ليه اش كديري مثلا؟ فاش شنو كتاخذي اللي بغيتي بالبارد فسري ليا. لا من ذاك اش غناخذ انا؟ راه انا هو في الحقيقه موفر ليا كل شيء، ما خاصني والو ماديا. دابا حنا كنهضروا معنويا. واخا معنويا دابا كيتصرف راه معنويا هو اللي مهم. أولا هذيك معنويا ما عندوش. معنويا ما عندوش هو، معنويا كيتصرف معايا خايب. فهمتي؟ واخا معنويا كيتصرف معاك خايب. نعم. بحالاش يعني؟ واش من الحنان ولا من الكلام ديالو ولا من اه هكاك هكاك استاذ اه لا ما عنده لا حنان لا والو، الهضره ديالها كله نشفه ما يقولش لك تقبي انت هي ما تقبليها قبل ما يقولش لك شكرا لا مزيان لا الحاجه الا كانت بحال دابا غير نقولوا غير مثال الطياب الطياب الا كان خايب يقول لك هذا الشيء طيب شنو هذا، ولا كان طياب زوين ما يقول لك لا زوين لا طيب كله صافي يسكت. بمعنى هو دابا الايجابي ما كيهضرش عليه، الا درتي شي حاجه ايجابيه كيدير بحال ما كاين والو، الا درتي شي حاجه سلبيه عاد كيشد فيك كيقول لك درتي. فهمتني يا استاذ؟ فهمتك. شو دابا يعني شحال هادي وانت مزوجة؟ أنا دابا مزوجة 25 عام. شحالك من عام؟ أنا 51 عام. ودائما هكا؟ دائما هكا ملي خديته، ملي خديته في 90. أنت اللي خديتي ولا هو اللي خداك؟ لا هو اللي خداني. لا هو هي نورمالمون لا نورمالمون تكونوا خديتوا بعضياتكم، ولكن ما عرفتش دابا شكون خدا الاخر. بطريقه تقليديه لا استاذ زوينه بطريقه تقليديه. وعمرك شكيتي ليه هادشي اللي انت تشكيه لينا دابا؟ عمرك قلتي ليه انت ما عمرك؟ ما سمعتش كتقولي. اه ما يفهمكش. والله ما يفهمك. اذا ما كنتش كتخربط عليا انت اش خاصك؟ وديها في بناتك. اش خاصك وديها في بناتك؟ يلا انت شنو كطالبي مثلا؟ انا هو دابا انا تخيليني هو يلا هضري معايا شنو بغيتي؟ لا
ما بقيت بغيت والو انا صافي ولفت على هادشي. واذا مالك انا بغيت غير نشارك معكم في الموضوع صافي. علاش تا ولفتي كون ولفتي كاع ما تهضري بهذا الطون وبهذه الحراره هذه وبهذه الحراره انت ما ولفتيش والله الا ولفت استاذه. وي اي كتولفي مع الوقت الايام كتمشي وتجي ولكن راه ملي كتجلسي مع راسك كتجلسي مع راسك راه كتبقى فيك واحد العقده واحد هكا في قلبك مكلكمه. لا لا استاذه ولفت ولفت وانا عاوتاني كندير واحد الحاجه كنخرج داك الشيء كنخرج. بحال شنو كديري باش كتخرجي؟ ديما بحال الا انت طبيبه نفسانيه ديال راسك كتشكي على راسك. بحال اللي كتهضري مع راسك مع شخص اخر. كتهضري مع راسك مع شخص اخر. بحال انت كتفرغي راسك بحال اللي كتهضري مع راسك. ماشي بطريقه علميه. طريقه علميه وريني كي كدير. اسكت انت خلينا نشوفوا هاد العلميه اش كدير. واخا استاذ بحال دابا انت وقع لك شي مشكل معاه. اه ياك؟ انت دابا كتجلسي مع راسك. اه اش كديري؟ ما يكون حتى واحد بجوجكم انت وراسك. غير انت وراسك ها؟ عندي وراسك وكتبقي كتشكي على راسك كتقول هذه وكتجاوبي مع راسك. ايه كتجاوبي مع راسك انت تهضري وانت تدقي على راسك ولا لا ما تهضري غير كتهضري من الداخل ديالك ماشي كتهضري بصوت مرتفع. اذا كتبردي مع راسك وصافي. ايوا استاذه وداكشي علاش انا عندي دابا 51 عام ما فيا لا الاعصاب ما فيا لا حتى حاجه ولكن بالعكس الا كان شي بنادم اخر ما يقدرش علاش معاه. مأكدة ما فيك الأعصاب لا والو مأكدة مأكدة لأن في نعم مأكدة ما فيك الأعصاب لا والو والله أستاذة ما فيا حتى حاجة. أنا بعدا بنتي لي راك كدوي متوترة كتبان لي كتهضري وناهجة وسخفانة والمعدة ديالك معصورة. غير عرفتي علاش غير جاب لينا الله. لا لا غير والله العظيم أنا ما فيش نهضر في الإذاعة وكون فيها من ادرى مازال باش يشكيو الناس يكون فيها الاعصاب كون شكيت ما شنو خاسره. انت ما خاسره والو فيك. كون الاستاذ شكون اللي كره يشكي على الاستاذ لا فيك شي حاجه. هذاك شي حاجه الحركات اليمنى هذاك شي استاذ شي حاجه. هذاك الاستاذ شي حاجه انا قابل انا من اليوم غنبقى نعيط عليك استاذ شي حاجه. ما كتلف ليش هي قولي شنو كيف عندك تقولي ها ابو بكر حركات ابو بكر حركات اه ايوا لاباس راه خرجت واخيرا دابا اش غتقول الاستاذ شي حاجه شويه تقول للسيده اليوم نقول هذيك شي حاجه عندك شوفي عندك شي حاجه راني نقول لك عندك شي خاصك ديري شي حاجه نعم باش تحيدي هذيك الحاجه باش تحيدي ديك الحاجه لا شوف نعم السيده يعني راه اللي بحال اللي كنقولوا الصبر كيدبر راه ما يمكنلكش تبقاي كدوري في حلقه مفرغه وكتسناي بحال اللي كنقولوا الفرج راه كلنا كنتسناو الفرج من عند الله ولكن ما يمكنناش يعني نبقاو كنقولوا كنكذبوا انت كتوهمي ان كل شيء بخير وكل شيء مزيان في حين انك كدوي بواحد الطريقه متشنجه كدوي راسك كاين وصل للعظم راه 25 عام هذه ماشي نهار ولا 25 اسبوع ولا 25 شهر 25 عام يعني كانت فيها معاناه وبحال ورق قلتيها انت يعني ظريفه وطيبه ومزيانه وكل شيء حتى واحد ما قال لك تحيدي هذيك الطيبوبه منك وتا واحد ما قال لك يعني تولي امراه خايبه ولكن راه اللي سكت على ما ضرو الشيطان غرو الا انت ما خديتيش حقك لنفسك الا انت ما بينتيش لهذاك الراجل باللي راه الطيبوبه ديالك عندها حدود راه يمكن لك انت تخرجي ظفارك بحال اللي كنقولوا ولا نيابك وبانه راه هو مقصر في حقك هو راه الدنيا هانيه عنده. ايوا استاذ ولكن استاذ راني كيتخرجوا في الاول ماشي حتى راه ما فات حل صافي دابا استاذ انا ما عندك تقول لها تخرج النيابه تيصدقوا نهرسي ليها لا يكون خرجتهم في الاول يكون هرسهم ليا ياك دابا ما بغيتي ما خرجتي وما بغيتي تخرجهم لا استاذ صافي دابا ما بقاش الوقت نخرجهم صافي ايوا هياش صافي هي بغات غتذكر معايا صافي انت بغيتي تفرغي بغيت غير نعطي رايي في علاه الاستاذ بغيت غير نعطي رايي اما انا وذاك الاهتمام كاع اللي
زعما انا عطيت الاهتمام كاع لبناتي، بناتي عندي ثلاثه البنات عطيتهم الاهتمام ديالي، عطيتهم وقتي، عطيتهم والله الحمد لله، الله بارك لي فيهم. ايوا الحمد لله. اللهم لك الحمد. على الاقل ما خرجتيش خاليه الوفاض. لا استاذ لا، لا استاذ لا. شكرا لك ناديه على مشاركتك معنا. اسميت الاستاذ قبل ما تمشي. ابو بكر حركات. اسميتو؟ ابو بكر حركات. ابو بكر حركات. عمرني نموت صافي. وانا شنو سميتي؟ نعم. وانا شنو سميتي؟ لالا شورق. شورق شورق شي حاجه. شكرا. شوف راسك ناديه دابا راه الاصدقاء بداو يصيفطوا لي استاذ شي حاجه. ويلي انا راه اصدقاء كيصيفطوا لي متشرفين نوضح لك شي حاجه. دابا انا راه مشيت في شي حاجه. مشيتي في شي حاجه اليوم. شكرا لك ناديه. خذ فاطمه، شكرا على تلقائيتك، شكرا على عفويتك وعلى هذا القصيم اللي دوزنا معك. فاطمه الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كبيرة الأخ شروق الحمد لله، الله يبارك فيك. السلام عليكم وعلى الدكتور أبو بكر حركات. أهلا وسهلا. المهم بس نظر في الموضوع زعما صراحة كنلاحظ بأن زعما المرأة في هذا الوقت هذا كتعاني بزاف، كيستغلوها بزاف. فهمتي على بحال الراجل كيبغي منها كل شيء، باغيها تكون خدامة تعطيه الصالير ديالو، باغيها صراحة هادشي كيأسف. ولكن المرأة هي خصها تكون على وعي. الو احنا كنسمعوا ليك. كيفاش خصها تكون على وعي؟ بحالاش الراجل ملي كيطلب منك هادشي في الدقة الأولى، في المرة الأولى، باقي أنت ما مشيتي يعني عنده للدار ولا شي حاجة، كيطلب منك هادشي. فهمتي؟ ديري هادي وديري هادي وديري هادي وديري هادي. يعني تشوف هادشي صافي خصها تأنيولي. لأن دار مادي صراحة. إيه وأنت في الأول ما كنتي في الأول باقي عاجبك الحال؟ لا ماشي عاجبني الحال. لا في الأول أش كيوقع؟ في الأول كتقول ما كاين مشكل، أجي نتعاونوا، ياك؟ إذا كان واحد المعاونة خصهم يطلبها شو، ملي كيطلبها كتولي في واحد، أنت المعاونة راه كاينة غتكون غتكون، لأن الوقت كتطلب هذا الشيء، فهمتي؟ لأن الوقت كتطلب بالمعاونة. دابا الظروف ولا بزاف المتطلبات. ولكن كيفاش بغيتي ما يطلبهاش؟ دابا هما الرجال راه كتجيهم، حنا عندنا منطق لا منطق، كيقول لك مادام انت غتعاوني وانت باغا تعاوني غير نقول لك وغادي تجرحي، وعلاش ومادام غنتعاونوا اللهم لا كيطلبها بواحد الطريقه مبالغ فيها بزاف. بحالاش كيجرح المشاعر. كيطلب كيقول لك وما تحلميش تبركي مثلا، غير هكا. كيفاش ما تحلميش تبركي؟ ما تحلميش تخرجي من الخدمه. فهمتي راه الظروف هي اللي غتبين لك انا واش غتكون معاونه ولا ما غتكونش. صراحه ولاو كيستغلوا زعما داك الضعف ديال المراه بان مسكينه غير باغا تزوج او باغا غير، فهمتي؟ وانت كنتي باغا غير تزوجي فاطمه؟ لا انا صراحه ماشي غير هي الانسان كيبغي يدير اسره يبغي يدير سميتو، ولكن ماشي على حسب ماشي في الاخر من نمشي نصطدم بالواقع نصدق في شي مشكل اللي فهمتي ما غاديش يعجبني الحال. والان شنو المشكل اللي عندك فاطمه معاه مع زوجك؟ الحمد لله انا صراحه قبل ما نتزوجش، ولكن كنتلقيت بشي مثلا اشخاص اللي كيطلبوا منك بحال هكا، ولكن كتشوفهم غير ماديا، ما كيشوفوش الاصل بعدا، كيشوفوش البنت زعما في اخلاقها، كيشوفوش في فهمتي، كيشوفوا غير في خصها تخدم وتعاونني، فهمتي؟ كتولي لك العلاقه صراحه ما النظر ديالي انا ما غتنجحش. واش متفقه معايا ولا؟ نشوف استاذ ابو بكر حركات اش قال؟ شوف لا العلاقه راه ما هيش يعني مبنيه غير على الماديات، حيت يعني انت ركزتي على واش كاين شي حاجه. العلاقه اللي ما بين الرجل والمراه سواء كانت علاقه زواج ولا علاقه صداقه ولا علاقه اللي من بعد غتطور للزواج، يعني اللي غادي يشوف غير واش عندك شي حاجه من الناحيه الماديه، واخا هو عندك وعنده هو ولا عنده هو وما عندكش انت ولا غتكملوا ماديا، ولكن اشنو كاين في الشيء الاخر؟ لان فريد المساله الماديه ما طرحهاش نفسها، وفين الشيء الاخر؟ واش الزواج هو مبني غير على الفلوس؟ لا ماشي هادشي اللي ولا، يعني ها هو ها هي تكلمات قبيله حفيظه من القصر الكبير وحال قالت هي شرات الراجل، ها هي ماديا راه 23 سنه ديال الزواج.
يلا، هالمسألة المادية ما كانتش مطروحة بالنسبة لها هي على الأقل، وكتفينونسيه هو وكتعطيه كل شيء، واني في المقابلة شنو خدات؟ حيت الفلوس راه ليهم حل، الشيء الاخرى اللي ما ليهاش حل، الفلوس كنقدروا نربحوهم، كنقدروا نصوروهم، كنقدروا ندمروا ونجيبوهم، كنقدروا نورثوهم اي حاجه. ملي كيشوفوك انك كتعطي الفلوس وداك الشيء ما كيقدروكش. الا غتعطي الفلوس وما عندك حتى شي مقابل، اذا كتشري بحال اللي قالت حفيظه واحد الراجل. ولكن المراه الا بغات تشري راجل ماشي تسمع لها راجل وكتشري بالفلوس، راه ما غيكون عندها غير هذيك السلعه اللي شرات، راه ما شراتش الراجل، ما شراتش راجل، شرات واحد السيد معاه في الدار، شرات واحد السيد اللي غادي تولد منه الاولاد. المهم، واللي راه ما شراتش الزوج وشريك الحياه. سبحان الله، اليوم وسيدة تقول ما خلاني من حتى شي حاجة، الإمكانيات المادية كلها متوفرة وأنا ما مرتاحش، وحدة تتشكى غير من الإمكانيات المادية وأشياء كثيرة. اليوم شكرا لك فاطمة من الدار البيضاء. أخذ لمياء من الرباط. مرحبا لمياء. السلام عليكم لالا فاروق. وعليكم السلام لمياء. سوبر كونتونت فور دوزيام فوا بو دون سيمين جاريف ا فو جواند. مرحبا مرحبا مرحبا. سي فريمون بليزير. عقلتي عليا. ايوا ادي نوك انت كديروا لي عقلتي عليا. هو انا مخي دفتر. غبداي غبداي. لمياء. صافا لاباس عليك. الحمد لله ميرسي بوكو لالا يخطيك. بديتي حيتي نقصتي العشاء ولا اش درتي؟ ونقصنا في يومين ثلاث ايام. لا واه سي با بوسيبل. ونقصي نقصي غير ماشي نقصي. 2017 رونديفو 2017 اوبجيكتيف. وحنا ما قلنا والو، ما قلناش حيدي العشاء، قلنا نقصي من الكميه في العشاء. لا لا خديت لي بون ريزوليسيون الحمد لله. ابخي لابيل فو مافي بوكو انكوراجي. مرحبا. ان شاء الله جو في بخوند لي دي تخي بون. مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك دائما. فوالا انا اليوم باغ ازار جو بخون لا روت دونك جي جونتون انكور ليميسيون. دكتور ابو بكر حركات بونجور بعدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صافي بليزيغ دكتور. سي بارتاجي. على التدخلات ديالك فريمون كنستافدو بشحال بشحال من حاجه بزاف. مرحبا مرحبا. فوالا الوغ انا اون فيت بغيت غير نعلق على واحد السيدات اللي كانوا تدخلوا. دونك انا منين شعلت سمعت السيده اللي كانت تهضر في الاول كانت عقبات قالت على واحد السيده اللي كانت هضرات قبل بلا بون خاص الانسان هذه هي الحياه خاص الواحد يتماشى مع الحياه وهذا وجوست ابخي الى اكسبوزي سون بروبليم كي كو سون ماري كي عنده صديقات وهذا كيفما قالت لي و دونك ديجا انا كنشوف بلا تناقض. دونك الا هي عندها واحد الفكره ان المراه خصها تعيش ال دوا سوبيغ ال دوا سوبيغ سكو لوم لوي امبوز ديجا سا يفو با لاكسبتي. وجوست ابخي ال دي كو انا عندي هذا المشكل وكيفاش خصني نتعامل معاه. دونك ديجا هي ال ريبون نورمالمون ال ريبون ا سون بروبليم. دونك خصها ادوا سيبي غير دوا ريان دير. فوالا على اين هذا لا غومارك الاولى. لا غومارك الثانيه رابور السيده هذه اللي هضرات دابا ماشي هذه اللي قبل منها ديال السيده اللي 25 عام ديال الزواج عندها. نعم. دونك جيمغي دير كو حنا انا كنلاحظ دابا كاينين جوج زواجات. كاين جواز ديال القديم ديال الناس الطريقه التقليديه وكيف ما قالت هي هذه الطريقه باش جوجه دونك 25 عام ديال كنعرفوا داك النوع ديال الناس كيفاش تيكون كيفاش كانت عقليتهم النوع ديال الرجال عقليتهم كيفاش دايره. وكذلك العيالات ديال ذاك الوقت ماشي هما العيالات ديال هذا الوقت. انا جو تخوف ذاك الوقت كان عندهم الصبر كان عندهم بزاف الحوايج. العيالات ديال ذاك الزمان كانوا صبارات كانوا كيتماشاو كانوا كيقبلوا كانوا justement elles étaient on va dire entre parenthèses soumises mais ماشي dans le sens un peu exagéré du terme. دونك كان عندهم واحد الطاقه على الصبر وطاقه على التجاوز ديال بزاف الحاجات. والرجال كذلك كانوا قاصحين كانت عندهم واحد لا فيرميتي واحد الصعوبه في التعامل واحد الراجل ما كانش كيبين الاحاسيس ديالو ما كانش. انا جو تخوف كو سي نورمال باسكو هادشي عندنا حنا في المجتمع ديالنا المغربي والاسلامي اون جينيرال
الرجل كان بحال هكا فواحد الوقت. ماتنا وحنا الجيل ديالنا تبدلات الامور، ولينا العيالات حنا اوني بلوز اكزيجونت، بغينا الراجل يكون حنين، بغينا الراجل يكون خدام، بغينا يكون زوين، بغينا يكون لاباس عليه، بغينا يكون راه بيرسون ني بارفي. نعم راه الرجال انا تنشوف ما نكذبش عليك، انا تنشوف حنا قلنا كنخرجوا للشارع وكنشوفوا راه الرجال ما الله يحسن احوالهم في هذا الوقت، لان راه تيبقاو انسان وحنا كذلك انسانات راه ضعاف، راه المغريات كثار والمجتمع تبارك الله راه تخرجي غير للزنقه وحده كتمسك في وحده، راه انت اللي مره بعد المره كتقيري كتشوفي، راه لا اله الا الله. ولنا عايشين في واحد العصر اللي فريمون الله يحفظنا والله يسترنا وصافي والله يدينا في الضو كما تنقولوا، لان ولاو المغريات بزاف ولاو لي زيكزيجونس بزاف سواء من الراجل ولا كلا من المراه. بغيت هادي، بغيت الفلوس، بغيت يكون يديها فيا، بغيت يخرجني، بغيت يهضر معايا، بغيت يعطيني وقت، بغيت راه ملي كتشوفي انت راسك ذاتك بعض المرات راه كتلقاي انت راسك ما حاملاش راسك، كتوصل لك واحد الفتره في لو موا ملي كتكثر عليك لو ستريس وهذا كتلقاي راسك انت واحد الضغط نفسي على راسك اللي غير ربي اللي تيعلم به وما تسبورت با توا ميم. عاد كنطلبوا لا بغيت الراجل يدير ليا وبغيت يهضر معايا وبغيت يعطيني وقت وبغيت. نعم انا كنشكرك على ميا كثير على مشاركتك، لانه هذا الموضوع اللي تكلمتي فيه او هذه النقطه كنتكلموا فيها فعلا كذا من مره، وكيف ما الراجل خصين اشياء حتى المراه كتحتاج الاشياء وكتحتاج انها تؤخذ بعين الاعتبار كيف ما يجب ان يؤخذ الرجل في بعين الاعتبار. كلمه اخيره هي يا ناس يا زوجات ويا ازواج ولا رجال وعائلات كيف ما كان الحال، شوفوا الخير اللي يعطيكم ربي، وحيت بعض المرات راه اللي بحال اللي كنقولوا تنفخ على النعمه اللي عطاه الله كيش طاقه. واضح. شكرا لك استاذ ابو بكر حركات، مرحبا بك ليلى. مرحبا بك.